حسام يا ابو الفضل، مش كنت جبتوا فرقه عامل هيصه شويه؟ ما كفايه ولاد اختك عاملين فرقه لوحديهم. ايه مالهم بقى؟ مش عملوا فرح ابنك حس؟ مختار بيه المدير اتاخر قوي. ايوه المعتز والشباب راحوا يستعجلوه. ما تستعجلش يا حامد، بنتك هتحل عن قفاك، يعني هتحل. ما تستعجلش قوي كده. ها 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 شغل الهبل ده يا راجل، انت هنا مش في البلد. كده ايه يا عريس؟ وفي كده كتاب من غير طرف نار؟ ما غير فرقه شويه، ما فيش كلام من ده الاول. سيبني بقى خليني اشوف حالي. ها جيب ال انت بتوصيها على ابني؟ لا ده انا بوصيها على حماتها وسام بنتي قبل ما تبقى مرات ابني. انا واثقه من كده. ما شفتيش حسام كان مع راضي من شويه؟ يا ابو الفضل ما تكونش الواد رجع في كلامه. ايه اللي بتقوله؟ معقول الكلام ده؟ من راح فين بس؟ ليه انت قلقان عليه ولا ايه؟ طبعا قلقان. ايوه يا عم، ناس فايصه وناس ليصه. مالك يا عريس قلقان ليه؟ انا قلقان، انا قلقان يا عروسه. انت قمر يا عم، حتى لو كنت قلقان. الله يفتح عليك يا بنتي، شايف الكلام اللي بينقط سكر؟ ماشي معاك يا عم. ايه ده؟ ده تلغراف من اخوك عمر من هولندا، بيبارك لك وبيعتذر لك مش قادر يجي. خلدون وصل. اتفضل يا استاذ. اتفضل يا استاذ. يلا يلا يا عريس، جاء وقت التدبيس. كده يا شهاب كل ده هيخلص منك في الشغل. اللي اتجوز اختي ما يبقاش متدبس. عمر يبقى ايه؟ يبقى مفقود. يلا حبيبي يلا. ماشي دماغي، انا هاخد المشط وانت خد الفرد بتاعك. Thank you.
تلغرافك وصلني وانا متشكل قوي، بس ما كانش في داعي تيجي من بني السويف لغايه هنا وانت تعبان يا كامل. في الحقيقه مختار بيه، الحادث هزني قوي وفكرني بذكريات قديمه. ذكريات؟ حادث المرحوم ابنك رجحني الموضوع غريب قوي. انت فاكر ماهر سعفان معاون الاداره؟ ايوه افتكرته. طيب وفاكر عنتر الزغبي؟ عنتر الزغبي؟ ايوه، فراش النيابه اللي كان معانا في محكمه الفيوم. ايوه ماله ده؟ من 20 سنة بعد انت ما سبت محكمه الفيوم واتنقلت مصر فوجئت بان ماهر سعفان مات فجاه بعد ما ورث ورث كبير قوي عن ابوه. موت سعفان ده فكرني بكلمه كان قالها له عنتر الزغبي وهو بيقرا لنا الكف في المنتزه. قال له انك انت هتموت وانت صغير بعد ما تورث ورث كبير قوي. يوميها انا قلت ده مجرد صدفه، لكن لما قريت حادث ابنك في الجرائد رجع لي الموضوع القديم. فاكر يا مختار بيه الراجل ده يومها قال لك ايه بالتمام؟ انا فاكر كويس، قال لك ان ابنك هيموت بعد جوازه، وعشان كده لما قريت الخبر في الجرائد انا صعقت. قال ثلاثة، فاكر قال ثلاثة مش واحد. تتجوز من دمك والأولاد صبيان ثلاثة. بتقول لا هتجوز وخلف ثلاثة وبعدين؟ بعد ما يكتب قلم المأذون ويجمع شمل الأحباب يحضر أمر الله بالباب. حرام عليك يا زغبي، مكتوب متخبي أجلهم جوة التوب، مع شمع الفرحة تولع شمع الأحزان، مع أول كلمة يكتبها المأذون تسقط ورقة. الولد الأول ورقة، والولد الثاني في ورقة، والولد الثالث بعد كتابة المأذون ما يكملش المشوار. ما تهريك شباب، ما كلنا عارفين عنتر الزغبي من ايام ما كان بيشتغل فراش في نيابة الفيوم، وكلنا مدينا له كفوفنا وقلنا له اقرا وسميناها ابو القراءات. انا كلام كامل ما خوفنيش يا ابو الفضل، انما ما اخبيش عليك خلاني افكر شويه. تفكر؟ ده انت راجل مثقف يا مختار. انا مش خايف، لكن لو نرجع بالذاكره ورا شويه، انا اتجوزت بنت عمي يعني بنت دمي، خلفت 3 صبيان، ودي واحد منهم مات ليلة جوازه. يا سيدي صدفة، مجرد صدفة. عارف انها صدفة، وعارف كمان ان المنطق ولا الثقافة ولا الايمان الحقيقي يخلونا افكر غير في كده. يا راجل ده راجل مخرف، بلاش الكلام ده. مال عموما ربنا يعوضك في شهاب وعمر ولادك يا رب. مساء الخير يا جماعه. اهلا باشمهندس. ايه اللي اخرك كده يا شهاب؟ عمليه اليابان بتاخرنا في المكتب بالليل، وبعدين بوصل وسام للبيت. وهي اللي بتطلب منك توصلها ولا انت اللي عاوز كده؟ ده الواجب يا ماما، واللي اخرني اكتر ان عم حامد مسك فيا على العشاء. يعني كل التوصيله بعشوه. تقريبا. ايه شكلك بيقول انك عاوز تقول حاجه؟ عايز اقول يعني ان فات وقت طويل على المرحوم حسام، واعتقد ان الاوان ان الامور تتغير. قصدك تقول ايه؟ حضرتك دايما منفرد بنفسك، وماما تملي سرحانه، وانا نفسي البسمه ترجع للبيت ده تاني. ما تشغلش نفسك بينا يا حبيبي، كفايه عليك شغلك. عموما انا عندي مشروع هيفرحكوا قوي. مشروع ايه؟ حفله كده محترمه بعد ما نمضي عقد اليابان. لازم عقد اليابان ده وراه مبلغ كبير. مش ده المهم، المهم ان اخرجك من الحفله اللي انت فيها دي. اتفقنا؟ اتفقنا، حدد المكان. ان شاء الله تسمع اخبار تفرحك. تصبحوا على خير. وانت من اهل. انت من اهل يا حبيبي.
انا خارجه يوم عشان مراجعه بعد الغدا. في حد من المهندسين بره؟ لا كلهم راح يبلد. باي. اخيرا. معقوله شهاده ميلاد اكبر برج اسكاني في اسكندريه بحالها؟ وريني. هاي هاي يا شهاب. وسهاب هاوس. وسهاب اول حرفين من وسام واخر حرفين من عبد الله شهاب. ايه رايك؟ لا احنا مش هنفكر هنا، احنا دلوقتي نخرج شوفنا حته نتغدى فيها ونتكلم. دي سنه بحالها عدت دلوقتي رسميه، والبنت لازم تشوف بختها مع حد تاني. ما خبيش عليك يا دولت، انا اتمنيت يكون نصيبها شهاب بعد المرحوم، بس ازاي؟ شهاب وحسام الاتنين اخوات، ووسام طول عمرها متربيه بين الاتنين. انت كلمت شهاب؟ هو اللي هيكلمها بنفسه. اكيد دي فكره طنط دولت. مش ده المهم، المهم الفكره في حد ذاتها. مش عارفه اقول لك ايه يا شهاب. قولي رايك بصراحه. انا ملاحظه انك من رايهم. لا بالعكس، دول هما اللي من رايي. امرك غريب يا مختار، انت مش عاوزه يتجوز ولا ايه؟ يتجوز ليه؟ وده سؤال برضو يا مختار. مش قصدي يا دولت، انا بس بستغرب اشمعنى وسام بالذات. وسام بنت حلال وابنك عاوزها. وقالك الكلام ده امتى؟ من مده بسيطه. انت ما لاحظتش اهتمامه بيها ولا ايه؟ بالعكس، ده موضوع كتبه فيه مؤلفين كتار، بس دي اول مره حضرتك تطلب كتب في الموضوع ده. مش معقول هفضل طول عمري اقرا في كتب القانون يا استاذ رفيق. عموما في كتب كتير لها قيمتها، عن التخاطر مثلا. لا ما مقصودش عن التخاطر ولا الاتصال الروحي، انا بالتحديد عاوز اقرا مؤلفات عن الكف. اه لا ده موضوع تاني بقى. ايه رايك يا استاذ رفعي في مساله تحديد مصير الانسان من خطوط كف ايده؟ قراءة الكف انا شخصيا مقتنع ان حياة الانسان مسجلة سطر بسطر على كف ايده. ده اصبح علم مش مجرد خرافة. مساء الخير يا بابا. اهلا يا شهاب. ايه اتفقت على حاجة؟ كله جاهز، مش ناقصنا غير دعواتك وموافقتك. موافقتي؟ انت لسه بتسالني اذا كنت موافق ولا لا؟ ده انت ابويا وصاحبي الاثنين مع بعض، ولما تكون حاجه مستخبيه في قلبك احس بيها على طول. قصدك ايه من الكلام ده؟ يعني مفيش حاجه كده ولا كده. كده ولا كده؟ وضح كلامك. حسيت يعني من كلام حضرتك ان يمكن يكون لك اعتراض على وسام بالذات. لا اظن يا شاب ليلة فرح حسام لسه قدام عينيا. بس وسام انسانة و... ايوه من حقها تعيش. ايه انت فاضي وجاي تكمل سهرتك معايا؟ بالعكس ده انا ميت. بلاش الكلمة دي، ما بحبش اسمعها. انا اسف يا بابا، انا قصدي تعبان قوي. قوم يا ابني استريح، تصبح على خير. غبت اسبوع بحاله يا استاذ بعد اخر كلام بينا. غيابي ملوش معنى مقصود يا مولانا، مجرد مشاغل. ما خبيش عليك، خفت عليك من الوسواس. في الشيخوخه بيقرب الانسان من ربه اكتر يا مولانا. المهم في الاسبوع اللي فات قربت منه اكتر،
يعني باركت زواج ابنك؟ أنا فعلا قلت له مبروك. الله يبارك فيك يا بابا. ربنا يتمم بخير يا ابني. يا بابا المأذون اتأخر يا مختار ومستعجل عليها حامد. راح فين؟ يا سيدي سيبهم هوينا هوينا بتاع عروستك يا حبيبي. يلا جرى ايه يا مختار؟ مالك لازم الولاد كده ليه؟ طم فتشته لا معاه مسدسات ولا اي سلاح. عايزين نسهر معاهم. معلش يا حبيبي تصبحوا على خير. اوعى يا ابني تتنقلوا كده ولا كده. يلا ولا هنا ولا هنا. انا هبقى اتصل بيك بالتليفون. طيب تصبحوا على خير. يلا بينا بقى. اوعى يا ابني. لا 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 مع السلامة. الوقت ده؟ ايوه عاوز اطمن عليه. الله انت عارف الساعه كام دلوقتي؟ دي رابع مره بطلبه ولا حدش بيرد. لا لا انا هروح له بنفسي. الله غريبه.
قريب. اشمعنى في حراره دلوقتي؟ الو، اهلا يا عم. لا مش موجودين والله. طيب كويس، يبقى اكيد سافروا. لا ما تقلقش يا عم ما تقلقش، راحوا يقضوا لهم يومين عسل في مصر. في ايه؟ زي ما انت شايف الحادثة. والركاب؟ نقلناهم المستشفى. الاثنين للأسف كانت إصابتهم شديدة جدا وتوفوا قبل ما يوصلوا المستشفى. مكتوب مع أول كلمة يكتبها المأذون تسقط ورقة. الولد الأول ورقة والولد الثاني في ورقة. اتنين من ولادك ان له معنى تاني. تأييدك في المية بالفضل، انما قلبي قلبي انا اللي في النار. ده امر ربنا يا مختار، ما نقدرش نقول غير كده. كلام الزغبي لسه بيرن في وداني كاني سامعه امبارح بس. مش معقول مش معقول كده يا مختار. ولادي ولادي يا ابو الفضل. ربنا يخلي لك عمر ابنك. خايف خايف يجي الدور عليه هو كمان. تجننت تجننت يا مختار. الكف بيقول كده. استغفر الله العلي العظيم. ونعم بالله ونعم بالله. لازم تبعت لي من زمان يا بابا. مش لازم عمر يشوف الصور دي،
ولا يعرف حاجة عن الموضوع ده عشان ما يعيش في رعب زينا. أرجوك يا دولت. ما سألتش نفسك يا مختار هتعمل إيه لو عمر جه في يوم وقال لك إنه عاوز يتجوز؟ أنا بحتلك بالسر اللي ما قدرتش أشيله في قلبي لوحدي. ما تخلينيش أندم. لو فكر في الجواز أنا همنعه. سيبك من حكاية الجواز دلوقتي، إنما أرجوك تحفظ السر ده، مش عاوز حد أبدا يعرفه. يا نهار أبيض، الشارع زي ما هو، مفيش حاجة فيه اتغيرت. الشارع اللي جاي يمين من فضلك يا ريس. يعني أنت مفيش فايدة منك أبدا. يا بابا دول سنتين بحالهم وأنا بعيدة عنه. المفروض الواحد أول ما يرجع من السفر يروح بيته وبعدين يفكر في الزيارات. ها؟ هو بيت خاله برضه اسمه زيارات؟ يا راجل. ايوه العمارة دي من فضلك يا ريس. افهم من كده انك مش جايه البيت النهارده؟ افهم انا من كده ان حضرتك مش هتطلع معايا تسلم على خاله؟ اطلع يا اسطى. طيب باي باي. ايه ده؟ محدش يعمل كده غير حبيبي انوس. ايه ده انوس حبيبي؟ حبيبي الله على السلامة. معقول يا انوسه سنتين بحالهم؟ ده انا كان عقلي هيطير يا خاله. كان لازم تنزلي الاجازه اجازه الصيف زي كل سنه. انت عارف بابا بقى خاله. ايوه الراجل ده طول عمره بيحقد عليا. ايه مستكتر عليا شهرين كل سنه؟ وزي ما تتصرف بيا عشان استناكم في المطار. هو ما حبش يتعبك. قال ايه؟ بيقول انك عجزت على السفر لمصر. ايه؟ عجزت؟ ده هو اللي عجز، انا شباب اكتر منه. انت فتى احلامي. ايوه ما هو الكلام ده اللي مخليه يحقد عليا. الله يسلمك يا عم بسيول. ازيك؟ انما قولي لي عنوس شنطتك فين؟ حبه حبه بس يا سياده المستشار، الحمد لله انا افرج عني. افرج عنك؟ ليه؟ هو ناسي انك متربيه عندي هنا في البيت؟ هو ينسى زي ما هو عايز. لكن انا لا يمكن انسى، ده انا حتى وانا في امريكا ياما كنت بسرح وعايش هنا ليالي بحالها يا خالو. وحشني البيت قوي. وحشتني اسكندريه قوي قوي. وحشني خالو حبيبي قوي 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 قوي. شوفي بقى انا همنعك انك ترجعي امريكا معاه ولو بالقوه. صعب يا خالو. ليه؟ خصوصا بعد ما خلصت دراستي، رأيتني اروح اشتغل هناك بعد الاجازه على طول. المساله دي سيبيها عليا انا، دي قضيتي انا. ولو خسرناها في أول درجة هنكسبها في الاستئناف. طيب. مساء الخير يا بابا. أهلا يا عمر. أنا الحقيقة لقيت ماما نايمة قلت أجي أقعد مع حضرتك شوية. بابا حضرتك ما كلمتنيش كفاية عن ظروف وفاة المرحوم حسام والمرحوم شهاب. شهاب راح في حادثة عربية. وحسام؟ يا عمر انت جاي توسينا ولا تفكرنا؟ انا اسف يا بابا اني كلمتك في موضوع يضايقك، لكن اعذرني من مده حاسس ان انا مخنوق، نفسي اتكلم مع حد بحبه. حضرتك عارف ان حسام وشهاب تقريبا كانوا كل اصدقائي في اسكندريه. ده احساس طبيعي لانسان عايش في الجو الحزين ده. لكن قول لي اخبار الدكتوراه بتاعتك ايه ولا معطلينك؟ جرايه يا بابا انتوا زهقتوا مني ولا ايه؟ لا انا بفكر فعلا اسافر لاني حاسس ان ماما استقرت عن الاول. طب واخبار ده ايه؟ ده فاضي اذا كان حضرتك تقصد المحفظه يعني. ما تهزرش معايا، انا قصدي اخبار ال الجواز يعني؟ ليه لا؟ لا ما انا اتجوزت. اتجوزت؟ ايوه اتجوزت. اتجوزت الدكتوراه. يا بابا هو اللي عنده قرايه وبحث ليل ونهار زيي يفكر في موضوع زي ده؟ انما قول لي انت مركز على موضوع الجواز ده قوي ليه؟ عندك عروسه؟ لا انا بس بحب اطمن عليك. لا اطمن على يوم. انا لو فكرت في موضوع زي ده لازم هقول لك طبعا. تصبح على خير يا بابا. وانت من اهل. اللي يشوفك النهارده ما يقولش عليك المستشار مختار عبد الباقي اللي قعد ليله بحالها
يناقشني في عبارة ان المحكمة لا تطمئن الى كذا وكذا باعتبار ان الواقعة وحدها هي سيدة الادلة. من الخوف يا ابو الفضل. الخوف من منجم لو عرض عليك في قضية من القضايا كنت هتسميه دجال. دول ثلاث ولاد. يا سبحان الله يا سعادة المستشار. المستشار مختار عبد الباقي يقعد قدام عراف جاهل مدد له كفه عشان يقول له على المستخبي. اتنين ماتوا يا ابو الفضل. لا 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 دفاعك ضعيف قوي يا سعادة المستشار. احنا ضيوف بنسأل على معروف. مين عايزه؟ بقولك ضيوف يا حاجة. معروف تعيش انت من زمان. الله خير ما فعل. بينا مختار بيه. تكونش فاكر يعني عشان جبت عن اسكندرية سنتين يبقى هتغلبني؟ ايه رأيك ان انا سيبلك الدور ده جدعانة كادو من عندي؟ حاتم السرجاني. ولا تسترجاني. طول عمري بغلبك والمال الاسكندريه تشهد بذلك. هنكذب بقى احنا دلوقتي. امشي هنكذب بقى. امال ايه؟ بقول لك ايه تعبان شوف طنط انايات وصلت لحد فين في سرد قصه حياتها. طنط انايات. واول يا روح قلبي ما شافت الهيصه دي صممت ترجع مع عزم السواق على الفيلا على طول. وقالت لي يا ماما نو نو سي ترو سي امبوسيبل بيانكي ما عادش بيانكي. بعد الواغش ده ما عرف طريقه وصل لحد عنده بقرفه وبلويه وكزرته. وان جيتوا للحق هي معاها حق. العجمي ما عادش البرايفت بيتش زي ما تعودنا عليه زمان. بعد الواغش ده ما وصل لحد عنده عرف طريقه. ده رأيك يا عاد؟ ياي ايه ده انت اعمى ولا اعمى؟ انا اسف قوي يا هانم. يا سلام اسف يا هانم. ايه ده بتتحدفوا عليا منين الجلاوي دي؟ اوروبا يا طنط عناس وبشوكو. ايه ده حاتم السرجاني عمر مختار. ازيك يا عمر انت جيت امتى؟ من حوالي 3 شهور سالت عليه خالك ابو الفضل قال انك انت دايما سواح وبتسافر كتير. على فكره يا عمر انا اسف جدا بالنسبه للي حصل لاخواتك. بقيت حياتك حياتك الباقي الامر لله. وعلى فكره ما يهمكش من اللي حصل اصل دي طنط عنايات تعالى معرفك بيها. لا لا ما اعتقدش ان اقدر اتعرف عليها دلوقتي. ليه ولا يهمك طنط عنايات. اقدم لك واحد من مؤسسي بيانكي المهندس عمر ابن المستشار مختار عبد الباقي. معقول يد الكسوف ده احنا جيران على كده. دي فيلتهم جنب فيلتكم لازم. طبعا طبعا مين ما يعرفش مختار بيه. ممكن حضرتك بقى تعتمديه من رعاياكي ابتداء من الليله دي كده اهو. ممكن يقدم اوراق اعتماده وبارتي عيد ميلادي لنادي على الاقل عشان اعتذر له على اللي حصل مني دلوقتي. شكرا قوي يا فندم. اما دي بقى فاعتقد انك مش محتاج ان انا اقدمها لك. الانسه الفيلسوفه التي عادت مؤخرا من اليو اس اي ايناس السرجاني. ايناس ايناس. اصل اخر مره شفتك فيها كنت صغيره قوي. كنت انا لسه متخرج يا دوب وقعدت بعديها 4 سنين اعمل ماجستير وبعدين 4 سنين في هولندا يعني من حوالي 8 سنين. بالظبط كانوا 8 سنين لان 3 انا فاكره خدت الاجنبيه وسافرت على نيويورك على طول. وقعدت طول المده دي هناك؟ كنت باجي هنا شهرين الصيف وارجع تاني. بس انا كنت اعرف ان حاتم السرجاني طول عمره عايش في مصر. حاتم كان اتخرج خلاص ودايما بيسافر مع شغل. وبعدين انا شخصيا كان عندي مشكله عويصه جدا لان كان في 2 وعين في حبي. يا سلام. ايوه. 2 مره واحده؟ ايوه. الاول كان دبلوماسي في الامم المتحده اسمه محمود السرجاني. الثاني كان مستشار في محكمه الاسكندريه واسمه ابو الفضل. شفت بقى؟ هتقعد في اسكندريه كتير؟ يعني مش اكتر من شهرين كمان.
فرصه كفايه انك تحضر على الاقل حفلتين عيد ميلاد بتاع سماد. ده ليه حفل النهارده؟ لا بس ما اعتقدش اني احضر. تراهن عمر بيه؟ ما تراهن عشان اكسب الرهان. عمر بيه ما تراهن عشان اكسبك. ما تراهن. انا باكد عليك بنفسي على حضورك بارتي عيد ميلادي الليله دي، ولو ما جيتش بقى هتضرب لسه زعلان مني. يا فندم هو في حد يقدر يرفض هذا الشرف؟ ميرسي انت جانتي قوي يا روحي. حضرتك عارف الفيلا طبعا. لا. انا هجيبه معايا يا انت. يكتي عليا ميرسي يا نوت يا حبيبتي. العافيه. اسيبكم بقى. باي باي. باي باي. اهو انت كده دبستيني. شفت بقى ان انا هكسب الرهان. يلا بينا. لكن انت ايه اللي وصلك لعنايات؟ حاتم السرجالي. لكن قولي يا ماما الست دي حكايتها ايه؟ دي جارتنا من 6-7 سنين تقريبا. لا انا قصدي يعني احوالها ايه. انا كل اللي اعرفه عنها انها عندها بيت في كل فتره وبنتها في الجامعه، بس معارفها كتير قوي. هي متجوزه؟ الله ايه الحكايه. لو عجبك للدرجه دي امشي لك في الموضوع. لا يعني هو اذا كان يا ماما يعني ولا بد من المواضيع فانا بتهيألي عندي الموضوع المناسب. ايه هو يا حبيبي؟ يعني بقى الموضوع اللي بالي بالك. تتجوز؟ طب كنت جرجري في الكلام عشان اعرف هي مين بالظبط. ما انا عرفتها. طب ما تتكلمي ساكته ليه؟ ايناس بنت محمود السرجاني. بنت اخت ابو الفضل؟ شرفك. شفتها لما فاتت عليه من شويه وراحوا مع بعض العنايات. يا شيخ انت كل حاجه تقوليها. شفت ايه بالظبط؟ انتي ايه ما تلقيش من شله البلاش دي؟ اسمعي الليله دي فرصتك، تعالي معايا هعرفك على ضيف يهمني قوي وفي المستقبل هيهمك انت كمان. تعالي. اولا انا سافرت اوروبا جاهز مبادئي واخلاقي الشرقيه، ثانيا بقى دراسه القانون عامله زي الست الغيوره بتحب الشريك. يا سلام. وش معنى يعني ست الغيور؟ اي ست في الدنيا ما تحب الشريك. ايه ده يا اولاد سي كامبوسيبل، قاعدين لوحدكم ليه؟ عمر بيه اعرفك على الانسانه الوحيده اللي منوره عليا حياتي، روح قلبي، نور عيني، بنتي ليكي. هاي اهلا يا مدموزيل. يلا يا بيكي خدي ضيفك وعرفيه على اصحابك. او برضو عن اذنك يا انو. قوي اتفضلي يا انتي. بعد اذنك يا انوش. اتفضل. تجنن يا اختي عليها، مجرمه قوي البنت دي، صنعالي قوي قوي يا عندي. ها وهتقعد كتير في اسكندريه؟ انا الحقيقه بفكر اسافر حالا. هاي بيكي. هاي. والله انت جبان، اتاخرت كده ليه؟ الحكايه طويله، تعالى احكيها لك. استنى استنى هعرفك على الدكتور عمر. بيكي هناك مع الجبان. ايه؟ قصدي مع واحد من اصحابها. ايه رايك؟ طبعا موافقه. يلا بينا. ايناس. اه ده انا نسيت انها تبقى بنت اختك. ايوه وفي ايه يا مختار؟ انا بفكر فيك انت عمر. لو صح ان ايناس هتتجوز عمر. ايه يعني؟ يعني يبقى مصيرهم هيبقى واحد. ايوه انت جبت الكلام ده منين بس يا مختار؟ هو كل ولد يتكلم مع بنت يبقى لازم يعني هيتجوزها؟ انا عارف ابني كويس وكل الشواهد بتقول كده. طيب وماله؟ طيب ما يتجوزها؟ يتجوزها يا ابو الفضل. ايوه عمر طيب ويستاهل ايناس. ومن بقت الزغبي. ارجوك يا مختار اعمل معروف وما تزرعش في قلبي الخوف، انت عارف رايي في الموضوع ده من الاول. اعمل حاجه يا اخي
بقول لك هيتجوزوا، ومبقت الزوجه بتقول ان ابني هيموت ليه بتقنته، وإناس دي تبقى بنت اختك. انت ايه قلبك ما بتحركش فيه الخوف؟ البنت تعملها بصحيح، بس ده يبقى بدري قوي. ما هو كده احسن قبل ما تصحى من النوم تنتانات. ما تخافش، تنتانات دي من الناس الارستقراط، ما تقدرش تصحى ولا تروح الفلاش الا بعد الظهر. الله، خلو من الفضل اخيرا اتنزلت وجيت جانكي. مساء الخير يا عم. اهلا يا عمر. طيب استاذن انا بقى. طب ما تنساش، المهم انت تصحي بدري. ما تخافش، تصحى على خير. وانت من اهله. مع السلامه. اما انت بقى فجهز نفسك للكمكان. حاضر قدامي. أنا عارف إن سؤالك محدد وواضح، هل النبوءة عن طريق قراية الكف صحيحة ولا غير صحيحة؟ مش ده سؤالك؟ وضروري أسمع إجابة محددة وواضحة. مش ممكن، لأن الموضوع ده دخل مجال النقاش العلمي ولسه ما اتحسمش. لا أنا طالب رأيك الشخصي يا دكتور جلال. في ناس بتشوف المستقبل. لا أنا أقصد قراية الكف. قراية الكف علم بيدرس. عظيم، يبقى مش ممكن الزوجي يكون واحد منهم. بالعكس، مش شرط يكون مثقف أو مؤهل. حيرتني يا دكتور. الموضوع نفسه محير جدا بالنسبة لنا إحنا المهتمين بالفلسفة وعلم النفس. يعني ممكن أي إنسان من الخطوط اللي في كف إيده دي يعرف مصيره ومستقبله؟ ممكن، ليه لأ؟ أوه أنا عاوز رأي سعادتك، أيوة ولا لأ؟ للأسف مش هتلاقي، لأن في حالة جمعت بين الاتنين، أيوة ولأ. في عراف تنبأ لراجل وقال له إنك هتموت في معاد محدد، في المعاد المحدد ده حصلت للراجل حادثة واتنقل على المستشفى في حالة ميؤوس منها. أثناء الكشف عليه الدكتور اكتشف بأن الخطوط في إيد الراجل غير موجودة. المهم الراجل عاش، وبعدين بدأت الخطوط تظهر من جديد في إيد الراجل، فجه العراف من جديد عشان يشوف كف الراجل، فالراجل رفض بإصرار. طب اتفضل. تعالي عمر. عمر خايف يا ابو الفضل. انا بشر برضو يا اخي. يعني امنت من بؤت الزغبي؟ يا اخي هو الزغبي كان شاف الكف ليك انت لوحدك. مظبوط، شافوا الماهر وقالوا انك هتورث ورث كبير قوي وهتموت قبل ما تلحق تتمتع بيه. وحصل. ايوه بس مش ماهر لوحده. انا ازاي ما فكرتش في الموضوع ده؟ انت فاكر كان مين معانا يومها غير ماهر وكامل؟ اعتقد كان عزيز مفتش الصحه. لو سلمنا اللي حصل لي ده صدفة، واللي حصل لماهر كمان صدفة، لكن مش ممكن كمان الصدفة تحصل لعزيز. قصدك ايه يعني؟ نروح لعزيز نسأله ونعرف منه. ايوة معك حق فعلا، وكلامنا مع عزيز ان شاء الله هينسف لنا الموضوع من اساسه او يثبته. اوه فعل الله ولا فعلك يا مختار مان. ان شاء الله بكرة اؤكد لك ان كلامنا مع عزيز هيثبت لك انه مجرد صدفة. ومستنين ايه؟ ما
مين؟ ادخل. امسح النضاره كويس يا مفتش الصحه. الصوت ده مش غريب عليا. مش بقولك امسح النضاره يا دكتور عزيز. يا شاره بيضة يا ولاد ابو الفتى. ازيك يا دكتور عزيز؟ اهلا. معقوله دي يا ولاد؟ لا، ومعايا ايه؟ معايا واحد حبيبك قوي. بس امسح النضاره وبص كويس. اهلا وسهلا. تعالى هنا، اهو اهو جنبي اهو. مختار عبد الباقي. ازيك يا عزيز؟ معقوله دي يا ولاد؟ لا، في حد تاني معاكم؟ لا، ما معناش حد تاني، انا ومختار به لوحدينا بس، وجايين فاطرين وشاربين شاينا وتمام التمام. الله يكفي. اتفضلوا يا مرحب يا مرحب. اتفضلوا ادخلوا. يا الف مرحب يا الف مرحب. اهلا بحبايبي. والله زمان يا عزيز. اتفضلوا. ليك وحشه يا اخي. اتفضلوا. اه، وادي انا. ايوه. ايه ده يا مختار؟ انت كحكحت قوي كده ليه؟ حل من بعضه يا عزيز. بقول لك ايه يا عزيز؟ زمان دماغك عماله تودي وتجيب وتقول يا ترى زياره طياري ولا هيركنه؟ لا طمن طياري. عجزت والله يا ابو الفضل، انما لسانك لسه بصحته. احنا كنا جنبك هنا في زياره في بني سويف، فقلنا ما يصحش يعني نبقى جنبك وما نجيش نشوفك ونسال عليك. اه لا، فيكوا الخير، فيكوا الخير والله. انما قولي ازيك وازاي احوالك؟ انت قلبت ولا ايه؟ قلبت؟ قلبت يعني ايه؟ انت سبت الطب واشتغلت في البهايم. طب ايه رايك بقى ان الشغل في البهايم اكسب من الشغل في البني ادمين؟ يعني غيرت توبك. انت فاكر الواد عنتر الزغبي اللي من منازل الزغايبه فراش النيابه قال لي مره انك هتغير شغلتك؟ قلت يومها اغير شغلتي ايه لهبل ده؟ يعني هشتغل ايه؟ وهو حاصل من مفتش صحه لمفتش مواشي. انا فاكر الحادث ده كويس يا عزيز. بقولك ايه؟ انت فاكر ماهر سعفان؟ معاون الاداره؟ ما هو برضه ما سلمش من لسان الزغبي. هف قرايه ده بتأجله. لا وايه؟ بعد ما ورث ورثه جامده من امه وما لحقش يتهنى بيها. ايه رايك في اللي سمعته دلوقتي يا ابو الفضل؟ هتسميها صدفه مع ماهر ومعايا انا كمان؟ طب واللي سمعته دلوقتي من عزيز؟ والله ما انا عارف، انا مخي بقى عاجز يا مختار. انا رايي كامل مشوار وروح للزغبي. السلام عليكم يا شيخ العرب. عليكم السلام. احنا بنسأل على واحد هنا يا شيخ العرب اسمه عنتر. عنتر الزغبي. عنتر الزغبي؟ ايوه. ايه مش موجود ولا ايه؟ بتقول عنتر الزغبي؟ ايوه. مش دي بيوت الزغايبة هنا؟ ايوه. طب فين عنتر الزغبي؟ ممكن تدلنا على بيته؟ هديل لكم. عنتر، قدم يا عنتر، كلم البهوات. هو ده عنتر الزغبي. سلم يا ولدي على ضيوفك. احنا بنسأل على عنتر تاني، راجل كبير كان بيشتغل فراش في نيابة الفيوم. يا بوي بتقصد الشيخ عنتر ابو الجرايات؟ ايوه ابو الجرايات. يا بيه، ربنا اختاره من 10 سنين. لا حول ولا قوة الا بالله. صبرك بالله يا بيه. مش تقول لي كنت عايز الشيخ ابو الجرايات في ايه؟ يمكن اقدر اخدمك. اسمع يا شيخ العرب، احنا بصراحة وصلنا صيته، فكنا عاوزين منه يعني خدمة كده يعني. يجرى لكم الكف. ايوه عليك نور. عندنا بقى اللي عرف اصول الجرايه من الشيخ عنتر ذاته، الشيخ سلومة الكواكبي. طب اعمل معروف دلنا عليه. الله لا 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 لا. بالك مشغول بس قلبك رايد. واحد اسمراني من دمك واقف في سكتك، بس ربنا هينصرك عليه. بقول لك ايه يا حاجه، طمنيها على طول على اللي في بالها. نعم يا سي عمر. ايه بقى يعني اللي في بالي؟ طب طمنيني يا حاجه. بقول لك ايه، استني انت شويه. شوفي لي يا حاجه سكة السفر بتاعتي ميجوز ولا فرداني؟ احنا ما عندناش رجالة تشوف الكف. استني بس. استنى. ميجوز ولا فرداني؟ قوم يا حاجة كده اتكل على الله وشوفي رزقك بقى، عشان الراجل ده باين عليه بيتلك. ربنا يهدي سركم. بقول لك ايه؟ شوفي بقى، هي الحكاية مش محتاجة لا ودع ولا تنجيم. بص كده في ايدك اهي، واضحة زي الشمس ومكتوبة بخط عريض. هتتجوزي واحد طيب وابن حلال، وأول حرف من اسمه عمر المختار.
السلام. واثق من نفسك قوي يعني؟ شوفي بقى، احنا قدامي شهر بس واسافر على طول، احنا مش محتاجين حاجه، شنطه سفر ليا وليكي، وهوب عدل على هولندا نقضي شهر العسل هناك. والله اذا كانت هولندا حلوه يعني زي ما انت بتقول، انا ما عنديش مانع اسافر معاك. على سنة الله ورسوله. في ايه؟ اكيد بتدبروا حاجة. اتفقتوا على ايه؟ ان شاء الله الذي هنروح نكلم الاستاذ محمود السرجاني، وفي خلال الشهر ده نجهز نفسنا، وقبل ما نسافر نكتب الكتاب. يعني تكتبه وتسافروا على طول؟ كتب الكتاب ليلة السفر هو انسب الحلول. ولا ايه رايك يا ماما؟ خلاص يا بابا اتفقنا؟ طبعا اتفقنا، سكوت علامة الرضا، يبقى اتفقنا. هتسيبه يتجوز يا مختار؟ مكتوب. ابو الفقر صاحبك ولازم تكلمه. انا اقول له ايه؟ هوش بنت اختك عن ابني؟ ثم المساله مش في ايده، في ايد السرجاني. يعني هتفضل ساكت لحد ما الام يتجوز؟ عندك حل تاني؟ ايوه بس مش معقول تكوني لحقتي اتاكدتي من مشاعره ناحيتك في المده القصيره دي. يا خالو احنا جيل الملخصات، اوام اوام. ايوه بس ده جواز. ما انت كمان يا خالو ما تنساش ان عمر وعيلته معروفين، يعني الامور كلها واضحه. ايوه بس لحقته امتى وازاي؟ ده انت يا دوب لسه واصله من امريكا وهو واصل من هولندا، لحقته بسرعه دي؟ ما انت عارف بقى يا خالو، نظره فلقاء ففلاش فجواز. سبحان الله، ده زي ما يكون اتفاق. مكتوب يا خالو مكتوب. الله، هو جاي حامي على الجواز كده ليه؟ لا بقى، قول انك انت اللي غيران منه عشان هيخطفني منك. انا بصراحه لو بايدي كنت حبست الجنب طول العمر. ايه يا خالو الكلام الحلو ده؟ ده ولا عبد الحليم حافظ يعرف يقوله. على المهم يا خالو اطمن، انا حاسه اني هبقى سعيده قوي مع عمر. بس تفتكر بابا هيقول ايه؟ انا عارف هيقول ايه يا ناس، اهو زيه زي اي اب، هيقبل او يرفض. بعد إذنك يا مختار بيه، عايزك دقيقتين في المكتب. عن إذنك يا عمر. إيه الحكاية؟ مباحثات ثنائية ولا إيه؟ تفضل يا أستاذ مختار. من الأفضل إن عمر يفضل بعيد عن الموضوع اللي هكلمك فيه. خير يا أستاذ محمود. أستاذ مختار، أنا مش عايز أرجع لك ذكريات مؤلمة، بس أنا مضطر أطلب منك تساعدني. اتكلم بوضوح يا أستاذ محمود، أنا مستعد أسمعك. المصدر اللي وصل لي المعلومات، وهو مصدر موثوق منه، قال لي انك للاسف بتفقد اولادك ليله جوازهم. ما سابوك لوحدك ليه؟ الله، ايه الموضوع؟
ازيك يا حبيبتي؟ وحشتيني قوي. انت كمان. ابوك يا ستي اخد ابويا ودخل اوضه المكتب لاسباب غير معلومه. يا حبيبي ما انت عارف ان ابويا رجل دبلوماسي وبيعزل المباحثات الجانبيه. ايوه يعني، بس الحكايه مش مستاهله كل ده. يا سلام، مش مستاهله كل ده. على العموم يا حبيبي، خلي التقيل علينا والخفيف عليك. انا اجيب المطبخ والنجف وانت عليك مولد السرير. انت اللي هتعمل منها مشكله. احنا الاثنين يهمنا نبقى في السيف سايد، انا عشان بنتي وانت عشان ما تخدش التجربه دي تاني. ده حكم على ابني بالاعدام. انت طبعا يهمك انه يبقى بعيد عن الموضوع. قصدك ايه؟ ما انا الجوازه دي هيخدمنا احنا الاثنين. يخدمنا احنا الاثنين؟ بصراحه كده انا ما اقدرش اخلي بنتي تبقى ارمله في ليله جوازها. يعني انت مؤمن بالكف والطالح؟ بالطبع لا، لكن كل شيء محتمل. معنى كده ان يتحكم على ابني ما يتجوزش طول حياته. احنا اسفين يا اولاد، موضوعكم هنضطر نأجله شويه. نأجل؟ ليه يا عم؟ في اسباب والدك هيبقى يقول لك عليها. استاذن انا يا استاذ محمود. تعالى يا عمر هحكي لك في السكه. اسمحوا لي اقول لكم ان انا مش شايف اي سبب للتأجيل، بالعكس ده احنا محتاجين السرعه اكتر، لان خلاص يا دوب مسافر بعد اسبوعين ثلاثه. لكن اذا كان في اي سبب للتأجيل فانا وإناس اصحاب الشأن ولازم نعرفه. هتعرفه يا عمر. يلا بينا يلا بينا. مخطوبة؟ واعتقد ان السبب كافي للرفض، بس الراجل ما حبش يتكلم قدامك. بس ايناس ما جابتليش سيرة عن الموضوع ده. دي هي اللي حددت الميعاد مع ابوها. ايناس ما كانتش تعرف. ده كلام يا بابا. أرجوك تقولي سبب مقنع. هو ده السبب المقنع. يعني عاوز تفهمني حضرتك إن الموضوع انتهى؟ مش عاوزين نحرج الراجل. لو السبب مقنع أنا انسحب لمجرد التلميح. لكن أنا متأكد إن مش ده السبب الحقيقي. بالبساطة دي يا بابا عشان خرافات على الرف. ما اسمهاش خرافات يا ناس. جانب كبير من علماء النفس في أوروبا وأمريكا ابتدوا يقتنعوا بالموضوع ده. أنا آسفة يا بابا، حضرتك عودتني على الحرية وأنا بصراحة مش مقتنعة بالكلام ده. طب فسري لي موت إخواته الاتنين ليلة جوازهم. صدفة، مجرد صدفة. وأنا مش مستعد أجهز بحياة بنتي عشان الصدفة. ويكون في علمك عمر يعرف إن سبب رفضي إن واحد من معارفي خطبك لابنه وأنا اديته كلمة، ولو وصلوا منك ان الكلام ده مش صحيح هكون مضطر اقول له الحقيقه، وفي الحاله دي هيكون ذنبه في رقبتك. ما تبقاش مجنون يا مختار. عمر زي ابني وانا مش ممكن احطه في موقف مؤلم زي ده. الله، امال مين اللي قال للسرجاني؟ ازاي طوعك قلبك وتروحي بنفسك تتكلمي مع الراجل؟ ما انتش خايفه الكلام ده يوصل لعمر؟ كنت عاوزني افضل قاعده ساكته لحد ما اشوف ابني واقع قدام عينيا. ومين قالك نقعد معاك على طول؟ مش جايز يسافر ويمكن كمان هناك يتجوز؟ ومين قالك انه هيسافر؟ اللي بتقوليه ده خيال. ابنك استهانم بيدرس دكتوراه، مش معقول بعد المجهود ده كله يسيبه ويجي يقعد جنبك هنا. هيفيد بايه لو طلع عالم علماء الدنيا كلها؟ اذا كان في ده هلاكه. كل نفس ذائقه الموت. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. ما تنساش ان حياة ابني هي اللي في الميزان. انا حساباتي مختلفة يا استاذ مختار. انا زهقت منك ومن تصرفاتك. انت معتبر مسألة في نظرك ازمة دولية وعاوز تحلها؟ انا انسان يا اخي، حس بيا، حس بالازمة اللي عايش فيها. انا اب فقد ولدين
ومتهدد ولو بالخرافة. النفد ابني اللي فاضل لي. انت عاوز مني ايه؟ عاوز مني ايه؟ ابعد ابنك عن بنتي يا استاذ. ابعده ازاي اذا كانوا بيحبوا بعض؟ مطلوب منك تبقى على الحياد في القضية دي يا سيادة المستشار. اصعب قضية صدتني حياتي. على اذنك. كان عندك فرصة طول الوقت تقولي الحقيقة. أنا وعدت بابا إن السبب الوحيد اللي هيخليني أتراجع إنك تقولي الحقيقة بنفسك. صحيح علاقتنا ملهاش تاريخ طويل. أنا من أول يوم شفتك فيه حسيت إن وجودك في حياتي ضرورة. كنت متصور إن عندك نفس الإحساس. سكوتك ملوش غير معنى واحد. شوف وشك بخير. عمر. أؤكد لك إن ما عنديش علم عن أي اتفاق تم بين بابا وبين أي حد. مالك يا مختار؟ مالك؟ كله من تحت راسك أنت. مغفل اللي انت شايل واحده ست حتى لو كانت على الناس. حطيت مصير ابنك في انسان ما بيرحمش. جوايا نار ومش عارف اطفيها ازاي. نفسي اموت بايديا الاستاذ سرجاني الاستاذ المثقف المتعلم صاحب المبادئ. منك لله منك لله يا سيدي منك لله منك لله. الو، عاوز ايه من عمر يا استاذ سرجاني بعد اللي حصل؟ معاد استاذ سرجاني ارجوك ارجوك تسيب ابني في حاله. وانا اوعدك اني هخليه يسافر ويبعد عن الناس خالص. ايوه انا عارفه انا قلت كده فعلا. انا متاسفه جدا. ايوه انا مقدره ظروفك فعلا، بس ظروفي انا اصعب. انا ام يا استاذ سرجاني، ام وبتطلب منك ترحم ابنها. طيب وباباكي فين؟ حصل حاجة يا طن؟ باباكي طلب يقابل عمر. اتفضلوا على عمر. انت اكيد عايز تعرف مني تفسير عن سبب رفض جوازك من ايناس. فعلا. انت طبعا كنت مسافر لما توفى اخوك حسام. الله يرحمه. وكنت مسافر لما توفى اخوك شهاب. ايوه، بس ده صلته ايه بموضوعي مع ايناس؟ ده صلب الموضوع. مش حد كلمك عن ظروف وفاتهم؟ مجرد حوادث. هي فعلا حوادث، بس امتى؟ بالنسبه لحسام بعد دقيقتين بالظبط من كتب الكتاب، اما بالنسبه لشهاب فبعد 4 ساعات من كتب الكتاب. حضرتك عاوز تقول ايه؟ من 40 سنة في الفيوم تنبأ عراف لوالدك انه هيخلف 3 ولاد هيموتوا كلهم ليله جوازهم، وده اللي حصل فعلا لاخواتك الاتنين، وده السبب اللي خلاني ارفض جوازك من بنتي.
والدك بيطالبني اني انظر للموضوع نظرة انسانية. اوكي انا موافق. انا دلوقتي بنظر نظرة انسانية بس من خلال مصلحة بنتي. انا اسف يا عمر، honestly انا ما كانش قدامي طريق تاني. هستخدم نفس اسلوب حضرتك في المواقف اللي زي دي. كنت دايما بتقولي مش معنى ان الانسان يخسر جوله يبقى خسر الحرب كلها. انت هتسافري معايا نيويورك؟ انا هسافر مع عمر هولندا. هتفرضي نفسك عليه؟ هقنعه؟ ما افتكرش. جهزي نفسك للسفر معايا نيويورك. ليه يا بابا ما قلتليش؟ ما كانش في داعي اقف محمود السرجاني الموقف ده ابدا مهما كان. اعذرني يا ابني، سامحني. انا مقدر ظروفك يا بابا، بس اكيد كلامك معايا كان هيبقى اهون الف مره من عمليه الذبح اللي مارسها معايا محمود السرجاني. ما كنتش اعرف ان الراجل ده شراني بالشكل ده. انا كان كل همي خوفي عليك. رايح فين يا عمر؟ نازل اسكندريه، محتاج اقعد في البيت لوحدي شويه. مش اعتذر لك انا اللي بابا عمله لانه اكبر من اي اعتذار. بالعكس محدش يقدر يلوم. واجبه كانسان مثقف كان لازم يخليه ياخد موقف مختلف. ابويا وابوك بيحسبوها بطريقه تانية. طب واحنا؟ انا مطلوب مني امنع الخوف والرعب عن كل اللي ليهم صله بالموضوع. ومن حقك الطبيعي انك تخاف انت كمان. سفري ملوش اي علاقه بالخوف. لو شفتي نظرة الرعب اللي في عينين أمي هتعملي أي حاجة تطلبها منك. أفهم من كده إنك مقتنع بحكاية النبوءة دي؟ عمر أنا اتحديت بابا إن احنا نمر بالأزمة، وأعتقد إن عندنا العقل والمنطق اللي يخلونا نواجه خرافة ملهاش أي أساس. مواجهة صعبة يا إيناس،
لان ده معنى احتمال. الكلام عن اي احتمال معناه الغاء عقولنا. انا قدامي تجربة اخواتي حسام وشهاب وانسانة كانت عزيزة علينا كلنا. يعني احتمال الخسارة موجود. انت مالكيش ذنب. انا عندي الشجاعة ادخل التجربة. اولا هثبت ان الصدفة مش ممكن تكون مبدأ. وثانيا هتجوز انسان بحبه. عمر انا هسيبك تفكر. يمكن تكون بتحبني فعلا. بس على فكرة بابا بيضغط عليا اسافر معاه خلال يومين ثلاثة. من غير سبب قوي يساعدني مش هقدر اقوله لا. لا 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 مفيش زهق ولا حاجة. انا بس عندي شوية ارتباطات هناك لازم اسافر لها. يوم الخميس ضروري. اذا كان قبل كده يبقى احسن. وخليهم بالمرة يحجزوا تذكرة لناس. ايوه هتسافر معايا. لا مش اجازة ولا حاجة هتقعد معايا هناك على طول. وابقى كلمني عشان تقولي عملت ايه. مع السلامة. ادخل. ايه ده؟ ده انت مسافرة بقى؟ ان شاء الله. الله. وعمر؟ لا بصراحة يا ناس موقفك كده سلبي جدا. لازم تكوني جنبه. أنا فعلا جنبه. بالكلام؟ أحيانا الكلام يا حاتم بيبقى له أثر أكتر من السحر. وخصوصا لما بيكون طالع من القلب. أنا جاهز يا ماما. جاهز للاتنين. السفر أو الجواز. بس مش هعمل أي حاجة إلا بإشارة منك. أنا طبعاً يعز عليا إن إيمانك القوي يكون في الميزان. بس المهم ما نسيبش الخرافة دي تتحكم فينا كلنا. معقول؟ معقول إنسان يبص في الخطوط اللي في الإيد دي ويقول لك عمرك هينتهي إمتى؟ معقول يا ماما؟ بابا أنا عمري ما تصورت إن أنا ممكن في لحظة أسبب لك أو لماما أي ألم. لكن أنا متصور إن مشكلتي معاك هتكون أسهل. واضح انك قررت. انا وإيناس قررنا نواجه التجربة. ويهمنا جدا انك توافق. وهتسافروا امتى؟ يوم الثلاثة ان شاء الله. يعني هتتجوزوا بعد يومين؟ ليلة السفر نفسها. تجربتي مع شهاب هتخليني اوافق. برافو. أنا طول عمري واثق من اقتناعك بالمنطق السليم. وفي الحالة دي أقدر أطلب منك الباسبور وأنا مطمئن.
إذا كنت حضرتك هتجيب لي تأشيرة هولندا يبقى اتفضل. أهو كده بقى يا حبيبتي، مش ناقصنا أي حاجة. لا يا حبيبي، فستان الفرح اشتريه جاهز. بس هيبقى غالي. لو بمليون جنيه يا حبيبتي هشتريه لك. طيب والشبكة؟ الشبكة دي بقى تفكير متخلف. لا يا حبيبي، قدام الشبكة وفستان الفرح هتلاقي كل البنات في حالة تخلف. شوفي دي كمان. الله، تجنن. ها، عجبتك؟ بس دي تلاقيها غالية قوي. ولا يهمك، اختار اللي انت عاوزاه. اوعى تكون ناوي تبيعها لي في هولندا. وكمان الذهب هناك غالي قوي. طيب عموما نشوف الدبل الاول. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا، تفضل يا أستاذ. فين الشهود؟ أيوة يا أستاذ، يلا. بطاقتكم من فضلكم. فين وكيل العروسه؟ اتفضل يا سرجاني بيه. العروسه بنفسها الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، النبي الأمي، وعلى آله وصحبه أجمعين. قولي لو زوجتك نفسي. زوجتك نفسي؟ لا، قبلتك زوجة لي. قبلتك زوجة لي. شوفوا بعين الصبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قوم يا مختار، قوم. هو ميعاد الطيارة الساعة كام يا جماعة؟ الساعة 10. يبقى لازم نلحق نمشي عشان لسه قدامنا سفر طويل أوي لمصر.
يلا يلا يا جماعه اتفضلوا يلا. شجاعه ايناس تخبر لك موقفك معايا ومع ابني. الحكم لسه ما صدرش يا سياده المستشار، لسه في سفر وطيران. السادة الركاب، ربط حزام المقعد والإقلاع عن التدخين، شكرا. مبروك. شفتي؟ مبروك يا عروس. الله يبارك فيك. مبروك يا عريس. الله يبارك فيك. مبروك يا عروس. ميرسي قوي. هتعملي ايه؟ طبق كمان. احنا الاثنين في طبق واحد عشان يبقى فيها الحلم. اوكي. اتفضلي يا حبيبتي. قولنا بقى استنى. ميرسي قوي. مبروك يا عروسة. حبيبي. ايه وانا مفيش مبروك؟ مبروك يا عريس. مساء الخير. مساء الخير كابتن خالد. مبروك العروسيه. الله يبارك فيك. نتمنى لكم تقضوا معانا رحله سعيده. متشكر. مع تحيات طاقم الطائره وتحياتي. يا خبر. متشكرين قوي. ان شاء الله نتمنى لكم حياه سعيده هادئه باذن الله. متشكر قوي. الله حلوه بشكل ظراف قوي قوي. Complete hydraulic failure, Captain. Hydraulic fuel set of valves off, please, and give me the hydraulic checklist. Fuel hydraulic check valves are closed. Checklist. Seatbelt sign. On. Fuel. Fuel set for landing. Manual gear extension. Completed, Captain. Nose gear pin. Sighted. Gear lever and lights. Gears are down. Not certain of the right main gear. Down and locked. المرجو من حضرات السادة الركاب الالتزام بمقاعدهم وضرورة ربط حزام المقعد، شكرا. جايز عاصفة. جايز. الانتباه.
ظروف طارئة تعود الطائرة مرة أخرى إلى مطار القاهرة. صوت المحركات مش طبيعي. مش طبيعي؟ اسمع كده. مفيش فايدة. مفيش فايدة. مفيش فايدة. مفيش فايدة. اهدى يا عمر. أنا المقصود. اهدى اهدى حبيبي. أنا المقصود. عمر بتعمل إيه؟ أنا المقصود. مفيش فايدة. عمر استنى يا عمر. عمر. بيد الله عشان خاطر دولت. لا الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك. إناس بخير يا ابني.
أيوة يا عمر، الحمد لله كويسة. يا مختار